قرأنا اليوم ما بقي من سورة الفرقان وسورة الشعراء وسورة النمل. في سورة الفرقان آية ملفتة للنظر، يقول الله تبارك وتعالى فيها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. بصيت من ناحيه ان الانسان في هذه الدنيا لا يستغني مطلقا عن الاصدقاء مهما كان له زوجة محبة وفية هو كمان يحبها، العشرة بينهم حلوة، له أولاد، له آباء، أمهات، أعمام، أخوان، مهما كان له من عشيرة أو قبيلة فإنه لا يستغني أبدا عن الصديق. ولو كان الإنسان يستغني عن الصديق لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق. فمن هنا بنقول طالما الإنسان لا يستغني في هذه الدنيا عن صديق، هنجد إن الصديق في الدنيا نوعان: نوع ياخد بإيدك وتسعد به ويسعد بيك دنيا أخرى، ونوع تسعد به ويسعد بيك في الدنيا ثم تكون هذه الصداقة في الآخرة على الاثنين وبالا، والعياذ بالله. الصديق اللي بينفع في الدنيا وفي الاخره بيتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى، بيقول في الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ويشير الى هذه الصداقه في قوله يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ويشير إليه في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دي بعض الإشارات. الصديق بيفيد في الآخرة أو ما يفيد أو لا يفيد بين أوي، ولا صديق حميم الله ده يعني إذا الصديق الحميم مطلوب في الآخرة، مطلوب لا شك، ولا صديق حميم يعني لو كان لهم صديق حميم كان ينفع، مش كده برضه؟ مش مفهوم المخالفه بيقول كده؟ ها؟ ما دام مفيش صديق ينفعهم يبقى اذا غيرهم ممكن يكون هناك صديق ايه؟ ينفع. مفيدة قوي حكايه اهميه وجود الصديق في الدنيا اللي ينفع في الدنيا وفي الاخره. الصديق اللي ما بينفعش هو اللي جات إشارة إليه في الآية دي اللي احنا بنتكلم عنها، وهو ما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب إيه اللي منعك؟ إيه اللي منعك؟ هو هيقوله كما يحكي القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كأن الصداقة الضارة داخل فيها الشيطان، والصداقة النافعة داخل فيها الرحمن على طول على طول. طيب أعرف منين؟ يبقى لازم نتنبه، خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا الامر ونبه اليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. شوف الكلمه، شوف: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وقال احد الا حكماء: لا تسل عن المرء وسل عن صديقه.
وقال برضو احد الشيوخ ان اخاك الحق من كان معك، معك على كل حال، على الحلوة وعلى المرض. ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتك فيك شمله ليجمعك. اجيب منين؟ في علامة، في علامة. ايه هي العلامة دي اللي اقدر اكتشف بها الصديق؟ اذا ذكرت الله اعانك، واذا نسيت ذكرك. العلامة اللي قالوها دي، اذا ذكرت الله اعانك. مش يقول لك يا عم بقى كفايه هتبقى تصلي كل يوم، ما كفايه يا عم هتبقى تقول الله يقعد معاك ثلاث مرات يا عم هتقول لي احفظ. شوف، اذا ذكرت الله اعانك شجعك وعانك، واذا نسيت ذكرك. طيب في علامه كمان لمن يتبع، لمن يتبع اللي قد يكون شافع، فما لنا من شافعين ولا صديق. ايه هو؟ مين هو؟ علامته ايه؟ قالوا انا برضه شيوخ، اذا رايته ذكرت الله. ايه ده؟ يا حته الحلاوه. ها؟ اذا رايته ذكرت الله. مين اللي لما تشوفه تفتكر ربنا؟ هذا هذا اللي تمسك متعلق، ها؟ تمسك بتلالوه زي ما بيقولوا. فالحقيقه الايه تلفت النظر. طب ايه الانسان بيندم يوم القيامه على اصدقاء السوء ويقول ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يبقى اذا بنرجع تاني ونقول لابد للانسان في هذه الدنيا من صديق. لازم القران بيقول كده، بيبان كده في القران، وسمه الانبياء كانت. فالمهم بقى في اختيار الصديق اللي ينفعك في الدنيا واللي ينفعك كمان فين؟ في الاخر. حتى بيشير اليها حديث كتير قوي من ضمنها، يعني لولا الوقت يتسع كنا قلنا كتير، لكن احنا بندي اشارات بس. منها انه اثنين كان رجلان متوخيان في الدنيا، احدهما غني والاخر فقير، فدخل الفقير البان وانتظر اخاه للغني فتاخر عليه. وقف مستنيه مترقب، مش قادر يتمتع بالجنة، مش قادر، مش قادر يستمتع بالجنة، واقف على باب مستنيه ما يتأخر. فين على ما جاك؟ قال له يا أخي شغلت أنا عليك، في الجنة حد ينشغل؟ أبدا، مش مفروض، مش مفروض، المفروض واحد يخش الجنة خلاص ينسى الدنيا واللي فيها، مش كده برضه؟ لكن ده ما استمتعش، وفضل قاعد مترقب منتظر، يقول له يا أخي شغلت أنا عليك. يوم يرد عليه اخر يقول له ايه؟ لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 500 من الابل اكلة خمط لصدرت عنه رواء. يعني وقفت موقف اخد ودي فيه، خايف حرقت الحرق اللي نزل مني، لو جبنا 500 جمل وقت الخمط، الخمط نبات مالح اذا اكلته الجمال تعطش فلا تردوه. فبيقول لو 500 جمل اكلين الخمط ده شربوا العاده كان رواهم علي. ليه؟ انه وقف الموقف ده بقى ودخل الجنه داخل يعني، لكن انه وقف واقف فين وفين؟ من اين وفيما؟ هو غنى، من اي من اين اتيت بهذا المال؟ مليم مليم بقى، مش جميل مين؟ مليم مليم. وفيما انفقته؟ برضه مليم مليم. فاكرين احنا قبل كده قلنا لكم احنا بنتحرى دايما، واغلب الناس تتحرى الحلال فيما يحصلون عليه المال، لكن اغلب الناس برضو لا يتحررون الحلال فيما ينفقون من مال. ما تاخدش بالك، مال حر فيه بقى، فلوسه وخده فيه، يوم يشتري دش مثلا، هل يا ترى الدش ده اللي اشتراه ب 3000 وب 7000 وب 13000 مهما كان غنيا، هل هو ضروري؟ هل لما ربنا يقول له وديت فين ال 13000 جنيه او 3000 يقول له اشتريت دش ومصاب ما فيش مانع؟ مش عارف، مش عارف.
يعني بس كده ما قالك الموعد والكواكب وكل الناس وكلام الناس ونص الدنيا وربع الدنيا والكلام ده كله. هل يا ترى حين يسأل عن فلوسه دي المجلة خمسة جنيه بل أغني أنها تباع مجلة نص الدنيا دي ولا مش عارف ايه بخمسة جنيه؟ ياه كتير أعتقد إنها كتير. فإفرض إنك أنت بتاخد في الشهر 5000 جنيه 10000 جنيه في الشهر، إيه 5000 جنيه بالنسبة لك يعني؟ ما يسووش. لكن هل ربنا هيفوتهم ولا هيسأل عنهم؟ هيسأل درهم درهم. فناخد بالنا من الحكاية دي. طبعا الكلام ده بره الموضوع، احنا كنا بنتكلم على الاثنين، الفقير دخل واستنى الغني يقلق، فبنقول الصديق يبدو انه من الضرورات في هذه الحياة، فليحسن المرء اختيار صديقه واختيار خليله. والعلامات قلنا